أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمله في أن تستمر الهدنة الإنسانية في غزة من خلال تسليم مزيد من المحتجزين لدى حماس، وأيضا من خلال إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة إدخال مساعدات غذائية وطبية لإعاشة 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة. تناولت مباحثاتنا خلال هذا اليوم الحقيقة مرحلتين. المرحلة الأولى بتتعلق بالتطورات اللي بتتم خلال هذه الفترة في القطاع من مواجهات عسكرية موجودة، والنتائج اللي بتتم على الأرض فيها، والإجراءات اللي احنا محتاجين نتحرك فيها بفعالية أكتر. واحنا هنا بنتكلم على احنا النهاردة بنتكلم على هدنة يعني مؤقتة لمدة 4-5 أيام، ونتمنى أنها تزيد من خلال تسليم مزيد من الرهائن والأسرى اللي موجودين لدى حماس، وأيضا إدخال المزيد من المساعدات. وهنا أنا بتكلم على أن احنا محتاجين ندخل مساعدات أو إدخال مساعدات لإعاشة 2.3 مليون إنسان. 2.3 مليون إنسان محتاجين كل شيء، من المية للأغذية للمواد الطبية لكل شيء، عشان تقدر نتيجة الحصار المفروض منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. إحنا بنتكلم على ناس بتعاني في القطاع من عدم وجود مياه شرب صالحة، مفيش أغذية، مفيش مواد طبية، وطبعا تحت القصف اللي أفرز سقوط حتى الآن ما يقرب من 15 ألف من المدنيين، منهم أكثر من 5500 من الأطفال وأكثر من 2000 من السيدات.